في نزولها في تلك الليلة.
النبي عليه الصلاة والسلام قل إنه لا يبقى موضع شبر ولا قدم في ليلة القدر إلا نزلت الملائكة تسجد وتصلي وتهلل وتسبح مع المسلمين، تشارك عبادتك لله، تختص الأرض، لا تجد موضع شبر ولا قدم إلا فيها ملك ساجد أو ذاكر أو مسبح أو مهلل لله عز وجل. تنزل الملائكة، أعظم ذلك جبريل هو أمير الملائكة، أمير السماء، كبير الوحي، ينزل ليتفقد أحوال المسلمين، وأحوال المسلمين أيها الإخوة طبعا لا تخفى على أحد، لكن مع ذلك لا تنقض، لا نيأس، نتأمل، لأن الضروب واليأس من علامات الكفر وعلامات الفسق، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. نحن آمنا بالله العظيم الرحيم أن يغير واقعنا وأن يهدي قلوبنا وأن يجعلنا من عتقاء النار في شهر القرآن الكريم، على ما كان منا من خلل وزلل وغفلة وعطف وأنانية وعنف، لكن الله أكبر فالله أرحم. سلام فيها حتى مطلع الفجر، سائلين الله عز وجل أن نعيش بسلام داخلي، كل منا يعيش بذلك السلام الداخلي، حتى إذا ما عاش كل منا سلامه الداخلي ظهر على الجميع سلام خارجي مجتمعي في البيئة التي نعيش فيها، وما أدراك ما هذه البيئة. لذلك أيها الإخوة افرش دبجة الأمل بالله في نفسك، ولا تتعلق إلا بالله، يفرج الله همك وييسر أمرك ويتقبل صومك، سائلين الله عز وجل أن لا ينتهي رمضان إلا وقد أعتقد الله من النار وأحل بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام والحب والولاء. يسألونك متى أمور، قل عسى أن يكون قريبا، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، وصلي وسلم وبارك على خيرة خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، عالي القدر الرفيع الذي أنزل الله عليه القرآن القدير، صاحب القدر الرفيع، ومنى به علينا نحن المسلمين يرفع قدرنا، ومنى علينا أيضا بليلة هي ليلة القدر، لأنها مقدرة عند الله لا يعلم ذلك القدر إلا هو جل جلاله، من حبه لنا، من منته